السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله انشارك معكم واحد الوجبه تتكون من ستيكات ومن الكغاتان بالخضار وبسطيله من خيزوم الشرمال وتكتوكه. بقاو معايا باش تشوفوا المراحل كامله، وتحياتي للجميع. نشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم واللي خطيكم عليا. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. شوفوا انني سلقه خيزو العدد اللي بغيتو. تنسلق خيزو دائما، تنقطعو بالطريقه العاديه، وتندير معاه الصوص ديال الثوم. تنسلق مع خيزو بحكم ان الثومه تعطي واحد الجهد يعني كثير، وبحكم ان هذا الشكل ديال الخيزو تنديرو بطريقه غير خفيفه ويعني وسريعه، ما يمكنناش يكون فيه الثومه خضراء. تنسلقو خيزو والثومه في نفس الوقت، يعني يبقى وحده تتسلق. تنحيدو الثومه، تنعك الثومة مزيان باش متبقاش باينة. وتجي مسلوقة، فيها لذة زوينة البنات. تندير واحد نص كاس ديال الحامض اللي معصراه ومحيدالو العظم. نزيد واحد معلقة كبيرة ديال الهريسة، بحكم ان هاد الهريسة ماشي الهريسة البلدية، هادي الهريسة ديال عند المحلات ديال الزيتون اللي تبيعو الزيتون. تتكون هريسة ما فيهاش واحد الجهد بزاف ديال الحار، ولكن فيها الحامض كثير. وبحكم ان الهريسة دابا هاد الفلفلة راه جديدة، ما عطيهاش الجهد بزاف. صافي، غادي نشرمل الخيزو ديالي واحد الطريس. هو مازال هاد الثاني كذلك، مازال نعكو مزيان. صافي، دابا غادي نحركو مزيان مع واحد شويه ديال المعدنوس. صافي، كي تشوفوا تيجي مشرمل غزال، وتبقى اطول مده في الثلاجه. يعني ممكن دير واحد الكميه وكون نهار تجبدي منه. تشرميده خفيفه وفي نفس الوقت سريعه وتجي لذيذه. دابا صافي، راه وجد الحامض، الهريسه، الثومه مسلوقه، شويه المعدنوس للتزيين. اما الملحه راه ما درتلوش الملحه بحكم ان الهريسه مالحه. بالنسبه للخضر كي تشوفوا ديال الكغاتان، عندي هنا بطاطا اللي سلقتها وقطعتها قطع صغيره، عندي الجزر اللي قطعته وعاد سلقته، عندي الجلبانه يعني مسلوقه، عندي الفلفله الحمراء مقطعه وسوطيتها مع واحد جوج معلقات ديال الزيت، مع واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وواحد جوج دريسات ديال الثومه، عندي المعدنوس مقطع، عندي هنايا القشطه الطريه السائله المسوسه ديال الطبخ، وعندي هنايا الحليب، عندي الفرماج المفروم، عندي المربعات ديال الفرماج ديال الساندويتش. هذا النوع بالذات غزال، تيجي عنده مذاق غزال. عندي هنايا البيض اللي نحتاج الكافي، بالنسبه عندي جوج ديال الليمون الكبارين، عندي لادان فومي بالمذاق ديال بنكهه ولا المذاق ديال بزار الكحل، عندي الثومه غبره، عندي الملحه، عندي شويه ديال الابزار، عندي كوزه محكوكه. بالنسبه للليمون، عندي الليمون كبارين دهناهم بالزبده. نخلط هاد الخضر اللي عندي كلها مزيان. بالنسبه للخضر كي تشوفوا هاد التشكيله، تجي الالوان فيها غزاله. طريقة بسيطة، كغاتان بطريقة عشوائية عادية. يعني هذا المصطلح بطريقة عشوائية، يعني باللي عندكم ممكن تضيفوه، اللي كاين ممكن تستعملوه، ماشي لابدا إلا ما كانش شي حاجة ممكن ليش نديرها. ومي تكونوا تتحركوا ما تحركوش وانتم غير هكا، باش الخضر كل حاجة تبقى مفروزة على اختها. صافي، انا البنات هنا راه ما درت لا ملحه لا حتى شي حاجه، واحد شويه ديال الملحه اللي درتها في الفله شويه باش ما تبقاش ما تعطيش المذاق المروريه. صافي، دابا انا عمر
الخضره ديالي في الليمون، نص ديال الخضره يعني فرقتها على ليمون بجوج، وغادي ندير الشرائح ديال العدد الفومي في الوسط. وانتوما ممكن ديروا حاجه اخرى اللي كان موجود، اي حاجه كانت ممكن ديروها، يا دجاج يا لاداد تسوطيوه وتصوبوه عادي، يا كفته اللي كان او الطون اللي كان اللي موجود مزيان، غير ان المذاق ديال لاداد فومي تيعطي واحد اللذه غزاله غزاله بزاف. وعاد نقادوه بيدينا مزيان، كذلك ندير الشرائح ديال الفرماج. انا كان عندي هذا تنديرو في المجمد باش ما تيفسدليش، باش هو تيتهرس ولكن تيبقى مزيان. شي مشكل نقطعو كيما جا، المهم ان الفرماج خصو يكون تيعطي لذة. بالنسبه للفرماج انا كان عندي في المجمد يعني ما ساعدنيش في التقطيع، ولكن ماشي مشكل انه كلشي تيذوب. تنزيد عليه الخضره من الفوق، كي تشوفوا دابا غادي نصور لاباراي اللي نديرها الكراتان ديالي. ندير الحليب والقشطه الطريه، شوفوا دات هنايا جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان ديال القشطه الطريه المسوسه ديال الخاصه ديال الطياب، درت 8 ديال البيضات، درت غادي ندير هنا واحد شويه ديال الملحه، غادي ندير الثومه غبره، غادي ندير اليابسه، غادي ندير الكوزه، غادي ندير الابزار، غنخلط العناصر كلها مزيان. دابا غادي ندير لاباراي ديالي فوق الخضر، كي تشوفوا بالنسبه للقياس انا راه دايره جوج كيلو جوج كيلو ديال البطاطا وخيزو، وبالنسبه للفلفله تقريبا كي قلت لكم ديك الكيلو، وزائد الجلبانه ديك الكيلو معبوره يعني ماشي بالقشره ديالها الحب، تتعطي هاد جوج ديال الليمون زائد جوج كيسان ديال الحليب جوج كيسان ديال القشطه الطريه، اربعه ثمانيه ديال البيضات، الملحه والابزار والكوزه والثومه غبره. دابا غادي ندير الفرماج، ولكن هاد الكراتان البنات تيجي غزال 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 بزاف، ودائما تيكون مرافق شي حاجه ديال المشويات، بحكم دابا انا غادي ندير معاه اللحم مشوي يعني ستيكات ديال اللحم يكون مرافق ليه. كتشوفوا معاه الفرماج من الفوق، وتبارك الله على الداخل فيه الفرماج وفيه لدان تفومي. كتشوفوا ندخلوا الفرن، دابا فرن عادي تديروا الحراره متوسطه وتخليوه على ما على ما يطيب وتحمر الوجه ديالو. ندير لهم شويه ديال الابزار لحقاش يتواتاو مع الابزار، شويه ديال الملحه ما كترش، كذلك ازير. ازير البلدي ماشي الرومي.
في نفس الوقت خليته يقعد واحد جوج دقائق. ناخذ البصله اللي قطعتها شرائح نديرها فوق النار باش تنزل، تكون مرافقه الستيكات اللي وشت. ندير شويه ديال الزيت، نفس العمليه ندير مليحه، ندير شويه البزار نحطها فوق النار، تعرق مزيان وساعه ساعه نبقى نحركها حتى تنزل واللون ديالها يصبح بحال المعسل. درت واحد شويه ديال الزيت، نخليه على ما يسخن مزيان. عندي الثومه صحيحه، كده تشوفوا البسطه اللي راني فايته حضرتها معاكم. درت لها شويه ديال العسل ودير لها شويه ديال اللوز محمر فيلي. الوجبه ديالنا هي وجدات كده تشوفوا، ستيكاتهم محمرين، الغراتان هو تبارك الله جا رائع كي قلت لكم. الطيله هي مدهونه بالعسل وفوق منها اللوز إفيلي. البصله كده تشوفوا معسله، رغم ان تنذكر معسله ما فيها سكر لا والو، يعني اللون هذا يجي ذهبي. خزو لي شرملتو بطريقه بسيطه وتيجي غزال غزال، تيجي مخلل بهذه الطريقه تيجي رائع. الفلفله اللي بتكتو هكا كي تشوفوا. بالنسبه للصوص كي قلت لكم دائما تكون عندي ديما موجوده، تجي غزاله. نتمنى البلا ديال هذا النهار يعجبكم. كي تشوفوا هذا بلا فردي، نتمنى ان شاء الله باذن الله الطريقه ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى. وتحياتي للجميع. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.